تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله. الأخ شايف انتقل إلى رحمة الله، سأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته. وبالنسبة للجميع اللزماء والأصدقاء، قد قصرنا الجميع قصريان يابس ونحن القاصرين وهم الوافين. وبقول الجميع ضيفنا وعلى الطلاق، ما حد يدي خطوة ومن سار ملامته على نفسه. والمجابرة 3 أيام وسلامتكم. ما من الحرام مطلق أي إنسان يصير من مطلق جاهز يسر ملامته على نفسه. الحرام مطلق لا داخل البيت.